بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملنا اللينير لي اوت. المره دي هنتعرف على التكست فيو او التكست. طبعا في تكست فيو، بلين تكست، في باسورد، في مالتي لاين، في بوستل، في ايميل، في انواع كتير. انا هاخد اللي هو التكست فيو العادي ده وهنشوف الفروق بعد كده ان شاء الله. لو رميته في اي حته هتلاقيه اوتوماتيك رمى في اول حته على طول في اللينير لي اوت. ليه؟ لان احنا عاملين لينير، فكل واحد لازم كل ما ترمي واحد يترمي تحت في سطر 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 سطر. وقفت عليه كده هلاقي من الاول اللي اوت ويدث واخد الماتش بيرنت ده، الويدث بتاعه هياخد لغايه الاخر، والهايت بتاعه هيبقى هيراب على قد الكونتنت اللي جواه بس. والتكست اللي موجود جوه كلمه ايه مش عارف ايه مسحتها، وانت كاتب ايه اللبس مثلا كالكوليتر، عايزين ده هيبقى العنوان بتاعي مثلا. خلاص. طب الاي دي، الاي دي ده لازم يكون كل كنترول موجود عندك عشان يكون ليه اي دي مختلف عن الثاني. هو اوتوماتيك هيرمي لك يعني ايديهات. لو انت عايز تسمي مثلا تايتل وتكست فيو، طبعا بكتبها بالكامل كيس، يعني اول حرف سمول وبعد كده كابيتال. تلاحظ ان تكست فيو اتعمل الاي دي بتاعه بيتكتب زي ات وبلس واي دي سلاش وبعد كده تايتل تكست فيو. ده كده الاي دي اللي انت كتبته. الحته الاولانيه هي ثابته، على سلاش على تايتل تكست فيو ده اللي بتغيره. لاي اوت ويدث مظبوطه والهايت والتكست. خلاص كده. طيب ده كده كان الايه الشغل. انا لسه عايز اظبط حاجات كتير في الاتريبيوتس دي. تعال نلعب على حاجه اسمها الجرافيتي. ايه الجرافيتي دي؟ الجرافيتي دي اللي هي الموضع ذات نفسه. ما دوسش على السهم ده، اسف، اعمل كانسل، مش عايزين الاوبشنز دي، هنبقى نتكلم عليها. انا عايز ادوس على ايه، على السهم اللي تحتيه جرافيتي. الجرافيتي خاصه بالمكان، في كليب هوريزونتال، في سنتر في النص. لو جيت علمت على سنتر في النص هتلاقي ان الكلام زي ما انت شايف كده، لو خدت بالك في التصميم هتلاقي بقى الكلام في النص. في طبعا سنتر هوريزونت سنتر كده، ولا في العرض سنتر، في سنتر كده، ولا في اللي هيملى الكلام، ولا انا طبعا كبرت شويه عشان اوريك ان الليبس كالكوليتر جت في وسط الايه، بقت في النص بسبب ان انا قلت سنتر ايه صح. في فيل فيرتيكال وسنتر فيرتيكال، يعني من الاخر عاملاها بالطول وبالعرض، وعندك اتجاهين، يا اما بحرك يمين وشمال خلاص، اما بتحرك فوق وتحت. خلاص ده دي الجرافيتي كده اهو. تمام. طيب التكست خلاص، في التكست كلر. طبعا اقدر اختار كلر زي ما انا عايز، ادوس كده واختار الكلرز اللي انا عايزها. اخش مثلا اندرويد واقول له انا عايز الباك جراوند دارك، عايز اللي هو 000 ده اللي هو العادي كده اهو. التكست بتاع كلمه الليبس كالكليتر بقى بالاسود، ده التكست كلر. هخش هنا في التكست كلر هتلاقي في عامل ات اندرويد كولون كولر كلر سلاش، وحط الايه اللون اللي انت ايه اللي انت عايز تختاره. دي طريقه من الطرق. ممكن اقول هاش واقوم كاتب انا بالهكسا ديسمال 00000، طلع لي ادي اللون اهو. خلاص. دي طرق، ولسه هنتعلم طرق كتير. خلاص. بس بنفتح بس مجالات كده في الاتريبيوتس وازاي نتعامل معاها والنظم الموجوده، الالوان والاحجام والخصائص المختلفه وكده. في طبعا حاجه اسمها تكست ابييرنس، هتلاقيها جوه ثيم. تكست ابييرنس اللي هو شكل ظهور التكست هيبقى عامل ازاي. طبعا ده كلها احجام، يعني مثلا اخترت مثلا ديسبلاي 1 هتلاقي حجمه كبير قوي. بص خد بالك بقى، خد حجم كده ستاندرد معروف. لو عملت طبعا ران ري ران هتشوف دلوقتي الايه الشكل هيبقى عامل ازاي لما بيطلع بقى في التكست فيو. الليبس كالكوليتر كبير. ممكن اغير طبعا ايه، في لارج، في ميديوم، في غير لارج اقل شويه. بص غير الحجم، يعني جرب 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 وشوف الاحجام والحاجات دي كلها. لو عملت ري ران هتلاقي ان الكلمه بقت ايه حجمها اصغر زي ما احنا شايفين في الايه في الايميليتور بتاعنا. اختار المنظر اللي انت الحجم اللي انت عايزه وجرب الاحجام المختلفه. وكده كده بيسمى معانا بنفس الاسلوب، هتعمل ات ستايل سلاش تكست ابييرنس وي دوت اب كومبات والحاجه ديسبلاي 1 بقى بادي مش عارف ايه النوع اللي انت اخترته بره. تمام. دي كانت حاجه اسمها الايه تكست ابييرنس. طيب ايه تاني من الخصائص احنا ممكن نعمل فيها؟ تعالى ناخد نجيب تكست فيو تاني بقى اللي هو هقول لو سمحت ادخل قيمه اكس بتاعت اللبس. هشيل بس الفلتر بتاع الاتريبيوتس، هقول له ماشي اللي يهمني التكست الموجود. هقول له طبعا في طرق لسه في التكست والكلام ده كله، بس واحده واحده مش عايزين نلخبط الدنيا. هقول له انتر اللبس ايه اكس او الاكس فاليو، انتر الايه اللبس اكس فاليو. وطبعا ده الحجم بتاعه. طبعا ممكن اغير في الفونت، في التكست سايز حجم الخط. تعال نبحث مع بعضنا عن التكست سايز. التكست كلر ماشي، احنا التكست كلر عارفين ان احنا بنحبه الاسود، او تشوف اللون اللي انت تحبه. طبعا غير في الالوان زي ما انت عايز. ده التكست كلر اللي شفناه. ممكن طبعا تغير التكست سايز زي ما انت عايز، هو زي ما هنشوف ان شاء الله.